المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم كل حلقة يكون معنا وجه جديد داخل دولة الإمارات، واليوم معنا خبير التجميل محمد الهنداوي. هلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نورتنا اليوم، شكرا على الاستضافة. أنتوا نورتوا. هلا فيك. طيب ممكن تكلمنا عن بداياتك أول ما جيت دولة الإمارات؟ هلا أنا أول ما جيت على دولة الإمارات جيت على إمارة الشارقة وفتحت شركة مستحضرات تجميل. كونك أنت أصلا خبير في التجميل. أيوة خبير التجميل. أيوة. خبرتك في التجميل في المنتجات ولا في أنا خبير بالمنتجات وخبير بالشعر والبشرة. تمام. حلو. بعدين بعد ما فتحت الشركة يقارب السنة فتحت صالون حلاقة رجالي بالشارقة باسم صالون سماء حلب. أوكي. قبل كل ما لا تفتح مشاريعك، من وين جاتك الأفكار هاي إنك من محل التجميل حضارات تجميل لصالون رجالي؟ ما هي أنا مهنتي. أوكي. وأنا مختص فيها وعامل دورات عليها من تقريبا 17-18 سنة. وهذا مجالي أنا بشتغل فيه. أوكي. تمام. وفتحنا أول فرع والحمد لله رب العالمين، شفنا إن الأمور هون بالدولة الحمد لله رب العالمين موفرين الاستثمارات كثير منيحة. فعملت فرع تاني للصالون. أوكي. في إمارة الشارقة. بعدين أنا أخوي مقيم بأبضبي وعنده شركة مقاولات، شركة مرجع للمقاولات، فشجعني قال لي شو رأيك تجي تفتح مشروع بأبضبي. اوكي. يعني الفكره جات من اخوك؟ من اخوي. فجينا فجيت هون على ابو ظبي وشفت الوضع وكثير عجبني الاستثمار هون في ابو ظبي وفتحت صالون بالشامخه مكاني مول. اوكي. والحمد لله رب العالمين والامور كثير منيحه، وحتى ان شاء الله راح يتمنا افروع جديده في ابو ظبي. طيب ممكن تحددنا عن الخدمات اللي عندك في الصالون؟ هلا نحن عندنا مركز تجميل للرجال والاطفال الاثنين يعني. ايوه. اوكي. عندنا جميع الخدمات اللي بتطلبها الرجل، يعني مثل ما المراه هي بتهتم بحالها والرجل كمان لازم يهتم بحاله، بس كل واحد بدوره طبعا. اوكي. كل واحد يهتم من ناحيته يعني. بالضبط. فنحن عندنا اللحيه والشعر والتريتمنت للشعر مثل الكريستال البروتين والكرياتين والبوتوكس. عنا الفيشل للشعر، بنتعامل مع شركة التال بول الفيشل للوجه، البديكير مانيكير ووكسينج، يعني كل شيء، حمام زيت للشعر، نفس النسوان يعني كل شيء، بس كل واحد قلت لك بدوره باختصاصه. بالضبط. عندكم منتجات خاصة فيك يعني؟ عندنا منتجات لحنا خاصة فينا للسيرومات للحية وسيرومات للشعر. أوكي. بودرة للحية بتغطي الفراغات، يعني مو نفس البودرة اللي انت بس تحطها تطبع ولا شيء؟ لا ما تطبع ولا تطلع بالمي ولا تطلع بالمحرمة، تطلع بالصابون بس يرجع الوضع على ما هو عليه يوم اللي تحط الصابون. اوكي. تمام. بس بالمي ما تطلع. يعني الواحد هاي لفراغات اللحية ولا للشعر ولا للحية؟ ايه للفراغات. مع بودرة في للشعر وفي للحية، هدول احنا هدول منتجات خاصين فينا، خاصين بالشركة. اوكي. تمام. ايه. وعندنا علاج للثعلبة، عندنا علاج للثعلبة الأعشاب طبيعية طبعا ومن جلسة واحدة بإذن الله. ما شاء الله الأعشاب الطبيعية هاي من وهي مساوينا لوجه الله ما ناخذ عليها فلوس. ما شاء الله الله يزيدك. المنتجات هذه أنت اللي قصدي الأعشاب. ايه. يعني أنت اللي نحن نحضرها. نعم. يعني من ابداعك. نعم نعم. نحن نحضرها. اوكي. نحن نحضرها وما لها اي عوارض جانبيه، لا مثل الكورتيزون ولا اي شيء، ما لها عوارض جانبيه، مجرد دهن على سطح الجلد فقط. من اول جلسه يعني؟ خلاص باذن الله من اول جلسه خلاص طيب الثعلبه. اوكي. طيب حدثني، انا في المحل عندك شفت عندك ماشين؟ نحن هذا الماشين اكسجين، هذا ماشين اكسجين بنعالج فيه القشره ومنعالج فيه تساقط الشعر. نحن بنعالج الطبقات الداخلية. أوكي. للفروة الرأس. مش الطبقة الخارجية، بنعالج ثلاث طبقات داخلية بالأكسجين وطبعا بالتريتمنت اللي هو بحتاج حسب من كل بشرة شو بتحتاج. أوكي. طبعا النتيجة مضمونة يعني؟ النتائج مضمونة بإذن الله 100%. Thank you.
تقدمها في صالونك؟ أول شيء نحن عندنا تقريباً جميع الخدمات اللي بتطلبها مركز التجميل. بنبدأ بالقسم الأطفال، عندنا قسم أطفال طبعاً، عندنا مختصين بحلاقة الأطفال، ونفس الشيء عندنا برودكت حق الأطفال، شامبو، كونديشنر، سيروم. طيب منتجات الأطفال هذه على شو يعني تمتاز عن المنتجات الثانية؟ هاي منتجات بروفيشنال، غير منتجات السوبر ماركت، غير منتجات التانية. منتجات بروفيشنال هي يعني آمنة بالنسبة للأطفال، لا تسبب حساسية ولا تسبب أي شيء. 100% ومغذية للشعر الطفل بعد. أوكي، هاي الفكرة وايد عجبتني حق السيارة. عشان الطفل ما هو بيجي يلعب على السيارة، بس نحن بنحلق له. أوكي تمام، فكرة وايد حلوة. تمام، ننتقل للمنتجات الثانية اللي عندك هني. طبعا أنت عندك منتوج مختص فيه وعندك طبعاً علامة هو تجارية. هو هذا المنتجات. أوكي، نحن هذا المنتج للحية، هو بيغذي البصيلات أو الشعر وبيعمل ريحة حلوة للحية وبنعم شعرات اللحية الجافة، بروح الجفاف. أوكي تمام، هذا بالنسبة للحية. هذا بالنسبة للشعر، بيقوي البصيلات الشعر وبيعطي نعومة للشعرين مع لمعة، وبيحمي قبل استشوار. إذا نستعمله سيروم قبل استشوار بيحمي من الحرارة. يعني هذا بالنسبة للحريم والرجال. أوكي، يعني هذا أوكي للحريم والرجال، أوكي للشعر ما في فرق. أوكي طبعاً. وبعد عنا المنتجات طبعاً، منتجات لوريال غنية. أنت عن طبعاً أنت اللي مختار المنتجات هذه كلها. هاي نحن مختارينه اللي نحن اللي أنت تشوفها يعني. اللي نحن منفضله إن نشتغل عليها هو هالمنتجات. عنا شيء للتلف، عنا شيء للتصفيف، عنا شيء للتساقط. كلر للشعر المسبوخ، للشعر الجعد، للفايلوم، بيعطي فايلوم للشعر. كل المنتجات هذول موجودين مع الوكسات مع الماية. طيب هذه أمبولات؟ هذول أمبولات للفيس. أوكي للوجه. للوجه، هذول شركة تالجو، طبعا تالجو أغنية معروفة. نحن نشتغل مع شركة تالجو. اوكي هالمنتجات هذه شنو يعني ايش تسوي للبشره؟ هلا هي حسب كل بشره شو تحتاج. عندنا للبشره الجافه، عندنا للبشره الدهنيه، عندنا للتجاعيد، عندنا للتبييض، عندنا للترطيب، كل شيء موجود، بس من واحد لواحد حسب. في جهاز بنفحص عليه البشره قبل ما نشتغل عليه، وبعدها شو البشره بحاجه لها بنشتغل عليه. اوكي تمام. ما علينا، كمان عندنا شوارزكوف، شكل شوارزكوف الألمانية. كل منتجاتها تقريبا موجودين عندنا. بالنسبة للوكسات والسبريات والشامبويات والكونديشنال، شوارزكوف كمان غالية عن التعريف. بعد عندنا خدمات الصالون للحلاقة الرجالي، عندنا 6 كراسي بالصالون بنقدم فيها حلاقة الشعر واللحية. أوكي. واستشوار، ستايلات، كرياتين، بروتين، بوتوكس، كريستال، يعني كل جميع الاشياء اللي شاملة. تحتاج الشعر واللحيه، جميع الاشياء متوفره عندنا. طبعا نحن نتعامل مع كل البراندات. اوكي، البراندات اللي عندك تقريبا كلها معروفه. كلها عالمية. معروفه وبراندات عالميه. تمام. بعد عندنا هون قسم بنعمل بادي كير، مانيكير، برافين للايدين، بنعمل فيشل طبعا مع شركه تالجو نحن بنشتغل. تنظيف بشره كامل بنعمل، مساج، واكسينج نعمل. ايوه، فهون القسم هذا قسم التجميل، بالخاص بالتجميل. اوكي تمام، تفضل. بعد عنا هذا الجهاز، جهاز الاكسجين. اوكي، جهاز الاكسجين هو بنعالج فيه تساقط الشعر وبنعالج فيه القشره، بيعالج 3 طبقات داخل الجلد. اوكي، من خلال الاكسجين. وطبعا في له تريتمنت، بنحط تريتمنت مع الاكسجين، هو بيعالج 3 طبقات داخل الجلد. تمام، يعني انا اول مره اشوف الجهاز هذا، ممكن تشرح لي عليه اكثر؟ هذا الجهاز عباره عن جهاز اكسجين. اوكي. طبعا هون نحن بنحط التريتمنت من خلال اللي يعالج التساقط حسب الحاجه، شو نحن بحاجه. مثلا نعالج التساقط، في تريتمنت بنحطه هون بنعالج فيه التساقط الشعر. والجلسه تقريبا كل جلسه 20 دقيقه بده حسب الحاله. مثلا في حالات تحتاج 4 جلسات، في حالات تحتاج
للست جلسات حسب أوكي، كل واحد وشو بشرته وشو. وكم جلسة عشان تشوف النتيجة؟ النتيجة قلت لك من 4 لـ6 جلسات. النتيجة طبعا مضمونة. مضمونة 100% بإذن الله. وبالنسبة للقشرة هلا للشامبويات الموجودة هي الشامبويات بتعالج الطبقة السطحية لفروة الرأس، بينما هذا الجهاز بيعالج كل الطبقات داخل. يعني معالجة مش شغلة مؤقتة. أوكي يعني فعال. يعني فعال ومضمون. العمل اللي عندك؟ لا، فريق العمل اللي عندي دائما نحن بنختار يكونوا خبراء، عنده الخبرة، لازم يكون عنده خبرة ومن جنسيات عربية. طبعا فريق العمل كله عنده من جنسيات عربية، ودائما نختار الشخص معنا اللي هو اللي بنجحنا اللي عنده خبرة. وبعد هيك لما يكون عنده هو خبرة في بلده مثلا 10 سنين ولا 7 سنين ولا هيك، بيجي لعنا نحن بندربه، عندنا فريق عمل بيدربه وبتدربه كلياته تحت ايدي. بعد ما بندربه بننزله على الشغل، ما بننزله على الشغل مباشر، لازم ياخذ دوره تدريبيه، لان كل بلد مختلفه عن بلد ثاني. يعني دوله سوريا في شغل في المجال التجميل غير دوله الامارات، مصر غير دوله الامارات. فمشان هيك بعد ما يكون هو عنده خبره في بلده لازم يجي يعمل دورات عندنا ويتدرب عندنا بعدين اشتغل. طيب. يعني احنا يعني الشركه لها سيستم معين، لازم كل واحد يمشي على سيستم لازم. اوكي طيب حدثني شنو الخطط المستقبليه؟ الخطط المستقبليه ان شاء الله يعني بكلنا افرع بكل دوله الامارات ان شاء الله. بس خطط 2020 هلا انطلب مني انا الكستمر كثير عندي في مثلا زي مدينه جزيره ياس، طلب مني اني نفتح هنيك، والحمد لله رب العالمين توفقنا بلوكيشن، وبعد شهرين بيكون الافتتاح في جزيره ياس في مول ياس، في مول وست ياس بلازا، وان شاء الله بعد شهرين بيكون الصالون جاهز، وبنص 2020 ان شاء الله بنفتح محمد بن زايد، وبعد ان شاء الله بالخليفه ان شاء الله. الله يبارك لك. مين الشخص اللي تبي تذكره اللي كان معك او اللي ساعدك لتوصل للشيء اللي انت وصلت له؟ انا اخوي هو اللي شجعني اني اجي دوله الامارات، وهو مقيم بدولة الإمارات من أكثر من 15 سنة وعنده شركة مقاولات، المجال المقاولات، فهو اللي شجعني أجي، وهو اللي شجعني أني أجي أستثمر في دولة الإمارات. بشكر زوجتي اللي من وقت ما جيت دولة الإمارات هي معي، وأولادي هن الدعم لإلي، وأخص بالشكر الأكبر لشيوخ الإمارات ودولة الإمارات والقائمين على تنظيم دولة الإمارات، والحمد لله رب العالمين على نعمة الحاكم العادل، وعايشين بأمن وأمان الحمد لله. وبشكر فريق العمل اللي هو سر من أسرار نجاحي، وبشكر كل القائمين على مشروعي وعلى الشركة وكل شيء دعمنا، نشكره ذكر اسمه وما ذكر اسمه، يعطيك العافية. ما شاء الله، وأنا بدوري أشكرك على تواجدك معي اليوم استضافتك الحلوة. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. وأشوفك إن شاء الله مرة ثانية قريباً. أعزائي المشاهدين، كده تكون نهاية حلقتنا لليوم، ونشوفكم حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح.